أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بسم الله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر
نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات. السادة الأجلاء
والمشايخ الفضلاء، الأخوة المعزون الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرفع أسمى آيات العزاء لصاحب العزاء أمل القلوب ومنقذ الشعوب الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومرجعيتنا العظمى والعالم الإسلامي والإنساني وكل الأحرار والشرفاء في العالم باستشهاد سيد المقاومة السيد الشهيد السعيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. لنا نفوس لنيل المجد عاشقة، لنا نفوس لنيل المجد عاشقة، ولو تسنى أسناها على الأسل، لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل، يبكى علينا ولا نبكي على أحد ونحن أغلظ أكبادا من الإبل. أصمد على الدرب، أصمد أصمد على الدرب وارفع راية الدين، وانظر إلى النصر من حين إلى حين، ولا تجادل إذا ما صرت في خطر، ولا تجادل إذا ما صرت في خطر، بادر إلى الضربة النجلاء لليني وكن كليث، وجلجل من عروشهم وما قد تعالى ودس فوق الشياطين. لولا دمك، لولا دمك ما علت للشرف هامة، لولا دمك ما علت للشرف هامة، ولولا دمك ما عرفنا الاستقامة. انت راس حسين، انت العرمح ينزف شهامة، وجربة العباس انت محملة بدم الكرامة، وتدري اجمل ابتسامة، اجمل ابتسامة رسمت بشفة شهيد وظلت اليوم القيامة. يصح ميت عطش، يصح ميت عطش بس راوي تلقاه، يصح ميت عطش بس راوي تلقاه، وكب نص النهر ميت ضميره، وكراسع لجثه وغيره ما بي، وكو مقطوع راسه وكل غير، ما يسمى سيف اللي ياكل الزنجار، ما يسمى سيف اللي ياكل الزنجار، ولا يسمى راس اللي ينحني ويركع. من طبع الشراع، طبع الشراع يصد غرور الريح، ومن طبع الرجال بذلة ما تقنع. ما هادنت مرة، ما هادنت مرة حسن نصر الله، شفت الدم ضريبة وقررت تدفع، مسيرة وحافلة ويشهد لك التاريخ. ما بين المواقف موقفك لشجع، قارعت اليهود، قارعت اليهود أمريكا وإسرائيل، يل قدمت هادي بساعة المصرع، يل ناذر حياتك، حياتك للشرف والدين، يل صوتك عواصف والنخل يركع. يا زهراء، يا زهراء صوتك يعبر الصوبين وتصرخ يا حسين بساعة التفزع، عقيدة ومبدئية وموقف وعنوان. ما ندري بجبينك كم شمس تطلع، دمك دمك حبر ثورة وللمجد مصنع، وصوتك انتفاضة وقنبلة مدفع، كل بذرة بطبعها تحن تريد الماي، تريد الماي حتى بكل رهاوة تخضر وتطلع، بس بذرة الثورة، بس بذرة الثورة ما تريد الماي، ترويها الدماء القررت تزرع. يا الموتك ولادة، يا الموتك ولادة وموقفك تاريخ، ألف شريان من شريانك تفرع. يا الموتك ولادة وموقفك تاريخ، ألف شريان من شريانك تفرع. كفاكم يا عرب، كفاكم يا عرب ذل وخنوع وخوف، وبحل الخيانة الشارب منقع، يشرفكم حسن، يشرفكم حسن والبيدة نصر الله، الحديدية انتهت والحائط الصدع، رائع من تشد عابس ونادى حسين، رائع من تشد عابس ونادى حسين، ويا دم الشهادة اللي صرت أروع، ما ميت عدل،
يم الحسين هناك ناخذ ثار دمك سيدي مربع. ولبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك نصر الله، لبيك نصر الله. احسنت. ومثل ما سوتوا يا حسين ولدك يا ابن مرجانه، مثل ما سوتوا يا حسين ولدك يا ابن مرجانه، حسن نصر الله طلع عنوان ونهج حسين عنوانه، بجهه كم عين بعين، كم عين بعين. احسنت احسنت. وللوجع صوت. الحسين عليه السلام عند مصرع اخيه العباس وعند مصرع الأكبر قال: ما تعرفون مثل مصباح عاشر، مثل مصباح عاشر، هيك حسيت مثل مصباح عاشر، هيك حسيت. شفت حسين وعياله وخيامه، كسرت خاطره وكسرت ظهر هاي، كسرت خاطره وكسرت ظهر هاي، هضيمة وتاكل بروح الندامة، شيخ وطايح عقال على القاع ولا واحد بظهره من عمامة، شيخ وطايح عقال على القاع ولا واحد بظهره من عمامة، كنت عالي وطحت مكسور الجناح شيعي وما قدر ينصر إمامة، كنت عالي وطحت مكسور الجناح شيعي وما قدر ينصر إمامة، اجى الميمون من لبنان مهضوم، سبحت بالدمع عليه العمامة، قال لي هناك نصر الله مذبوح، تلقى جفوفه والراية وحسامة، همسح قل ضلوعة مثل الحسين، حوافر خيلهم طحنت عظامة، من اللي يملي فراغك، من اللي يملي فراغك حاير بهاي، من اللي يملي فراغك حاير بهاي، رمز انت ومميز بالزعامة، اسد يا مرعب اسرائيل، يا حيد يا عنوان المراجل والشهامة، ما تتكرر النسخة بعد هاي، ما خلك ترمى بي علامة، الله يحفظك، ما تتكرر النسخة، ما تتكرر النسخة بعد هاي، ما خلك ترمى بي علامة. بالألفين خاض المعركة بزود، انتفض يا من تفض لجل الكرامة، مو لبنان شايلها بالعيون، شال الدين والدنيا على هامة. ما تتكرر النسخة بعد هاي، ما خلك ترمى بي علامة. بالألفين خاض المعركة بزود، انتفض يا من تفض لجل الكرامة، مو لبنان شايلها بالعيون، شال الدين والدنيا على هامة. يا شيخ العرب، يا شيخ العرب يا مغرب الوين، ما تدريش كثر ظلوا يتامى، بيته كله مستشهد على الدين وعلى اسرائيل ما تقوم القيامة، بيته كله مستشهد على الدين على اسرائيل ما تقوم القيامة. كفاكم يا عرب، عذرا من هذه المفردات، كفاكم يا عرب، لا يا مخانيث، اندفن وسط الرمل راس النعامة، يظل نصر الله للأحرار عنوان، عنوان مقدس سره والعالي مقامه، ما ميت عدل وحسين موجود، الشهادة تصير مسكن في ختامه، رفعت روسنا وللشيعة عنوان، حسن نصر الله عنوان وعلامة، حسن نصر الله عنوان وعلامة. صلوات على محمد وآل محمد. وكفت فاتحتنا، كفت فاتحتنا وخلصت العطوة، كفت فاتحتنا وخلصت العطوة، وهذا الرد قوي والريد بعد أقوى، كفت فاتحتنا وخلصت العطوة، وهذا الرد قوي والريد بعد أقوى، بس دقهم يا سيد دقة المهضوم، دقة المهضوم، مالومين تدري وبالقلب شكوى، ما نام الجرح، اي والله ما نام الجرح، رابط الليل بليل
نريد الثار احنا وبالقصف نروى سيدنا ونعم فرحة قلوب الناس والشامت سكت وحكايت الرخوة طق عرجل هواشم للسما الدخان اسد وابن الاسد والجابتك لبوة صافن بالعزاء صافن بالعزاء وصفنتك خطرة صافن بالعزاء وصفنتك خطرة قالوا مطر بيها وزخت المطرة بيدك ذي الفقار وراية العباس اكيدا راس مرحب سيفك الشطرة واحضر بيها يا حيدر هاي احضر بيها يا حيدر هاي احضر بيها يا حيدر هاي وما ذلينا من يوم الطاف ما ذلينا من يوم الطاف ما ذلينا يا حسين اشهد ما ذلينا يا حسين اشهد طيب وافاهكم بالصلاة على محمد وآل محمد شكرا لكم. يا الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. أكبالي ساعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك أنه أغلى وإلا غادرتك ذليلا. تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها للمكرمات ذلولا. العز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة
طولا يا 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 قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا يا 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 لا غرو أن طوت المنية ماجدا كثرت محاسنه وعاياش قليلا يا 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 لك بالطف يا ابن أحمد يوم خلدته الأجيال جيلا فجيلا يا يا يوم ناديت يا سيوف خذيني أبت النفس أن أعيش ذليلا يا جاهدت ما قصرت يا حسين يا أبا عبد الله جاهدت ما قصرت يا حسين ودمك فدية لنصرة الدين سيدي وقفتك ما بين الصواوين بها رفعت رؤوس المسلمين سيدي وزينا بالدربك شابح العين العين والخيل هجمت عالصواوين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بسيد المقاومة المجاهد الكبير العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى على روحه الطيبة الطاهرة وحشره الله مع أسياده في جنات النعيم مع الحسين عليه السلام الذي كان يبكي عليه دائماً وأبداً أجد من الضروري أن أعلق ولو بعبارات مختصرة حسب ما يسع المقام وطبيعة المجلس حول الآية الكريمة التي كان يكررها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بواقعة الطف كلما سقط شهيد من الشهداء بأرض كربلاء وجاء إليه الحسين عليه السلام جلس عند رأسه وقرأ هذه الآية المباركة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه الآية ملفتة أيها الأحبة وأجد أن هذه الأيام المباركة الكريمة العزيزة المهمة أجد من الضروري أن نكثر من قراءة هذه الآية الكريمة كلما فقدنا مجاهد ومغوار وبطل من أبطال الإسلام وكلنا على هذا الطريق والمسألة يحتاج لها توفيق ما بعده توفيق كل إنسان مجاهد
ومقاوم ومدافع عن مقدساته قطعا، ومما لا شك فيه أنه ينتظر هذه اللحظة الكريمة أن يختم حياته بالشهادة. ورأينا الفقهاء، ورأينا العلماء، ورأينا المجاهدين، ورأينا الأبطال، أساس دعائهم في الحياة أن يرزقوا بالشهادة. وبعض العلماء كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يذر في الهواء ذرا في سبيل الله. عموما، إذا جئنا للآية الكريمة وعلقنا عليها تعليقة سريعة حتى نخرج بفائدة عملية من الآية المباركة ونصل إلى النتيجة الكبرى التي وصل إليها صاحب الذكرى شهيدنا الغالي السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه. كثير من الناس يسأل، يقول الآية تتحدث من المؤمنين رجال، ما هو المقصود بالرجال؟ هل هو المقصود الرجل الذي يقابل الأنثى؟ وقطعا إذا كان المقصود هكذا هذا تحصيل حاصل، شنو الإضافة بالموضوع؟ إذا جئنا إلى المفسرين وإلى روايات أهل البيت عليهم السلام ونقرأ ما بين السطور بتلك الروايات، نجد أن المقصود بقوله تعالى من المؤمنين رجال، المقصود بالرجولة هنا الرجولة الأخلاقية، لأنه ليس كل إنسان ذكر هو رجل. الذكور ما أكثرهم في العالم اليوم في الشارع، اطلعوا جنابكم بالشوارع وشوفوا خير من الله الذكور. ولكن إذا جئنا إلى الرجال اللي تقصدهم الآية الكريمة لا، نشوف القلة دائما وأبدا. شنو مواصفات الرجولة الأخلاقية اللي تقصدها الآية الكريمة؟ هناك جملة من الأمور من المواصفات إذا توفرت بالرجل يقال عنه رجل. الصفة الأولى أن يكون متحملاً للمسؤولية، أن يستشعر هذا المعنى ويعيش بحياته. اليوم نجد كثير من الناس، وأقولها صدقاً ومتألماً كذلك، مع هذه الظروف المأساوية اللي نعيشها والحرجة والمفصلية والتاريخية، إلى هذه اللحظة اللي أتكلم بها تشوفون أكو هواي ناس القضية ما تعنيهم لا من قريب ولا بعيد، وهو همات عنوانه مسلم وعنوانه مؤمن وعنوانه موالي، تسأله يقول طشة ترشت الموضوع مو يمي. هذا المعنى اللي يتحمل بعض الناس من الأكفاء من المؤمنين هو استشعار المسؤولية، هم ما يخضع لعمر. يعني الإنسان مو إلا كبير 50-60 سنة يلا يعيش المسؤولية ويتحمل مسؤولياته أبدا. اليوم دا نشوف شباب في مقتبل العمر، شوفوا إيش دا يسوون، وما أريد أزيد بها القضية لأنه الشواهد أمامنا بحمد الله ومستمرة. بعضهم تشوفه 15 سنة 16 سنة ولكن يملك من العزيمة والإرادة و معرفة المسؤولية والتكليف الشرعي ما لا يفهمه غيره، وإن كان عمره 70 أو 80 أو 90 سنة. إذن تحمل المسؤولية أيها الأحبة، أن نطبق هذا المعنى الذي ذكره رسول الله، من أصبح ولم يهتم، وهذه يعني الأسلوب اللي يتحدث به النبي غريب، غريب من نوعه. من أصبح ولم يهتم لأمور المسلمين ليس منهم أو فليس منهم، يعني يخرج من دائرة الإسلام والمسلمين. ذاك الوقت خينصب نفسه يهودي لا ديني، أي عنوان يريد على راحته، أما أن يقول مسلم فلا. نسمع عبارات الآن في الشارع أنه إحنا شعلينا والقضية ما تعنينا، بس احنا في مطب خطير. هذا واحد. الصفة الثانية إذا تحققت من رجل يقال عنه رجل هو الالتزام بما يلزم. هذه من الصفات المهمة التي يجب أن تتوفر
بالرجل بتعبيرنا بتعبير اهلنا وابائنا ونسمع في مجالسهم ووظائفهم يقولون الرجال ايش جايته؟ الرجل بكلامه، الرجل اذا وعد وفى. واليوم احنا جبنا رجال اوفياء، رجال صادقين، رجال اشداء يشخصون خطورة المرحلة وعندهم الاستعداد بالتضحية. مو إذا عمل وقيس تشوف البعض يهرب، تشوف البعض يتبخر، تشوف البعض يتجنب. ومرت علينا مراحل مفصلية في تاريخنا أسناد الحديث، شبه كثير من الناس كان يمشي مع نهار في الآخر من البيت من الأسنان يحتاجه، نلقي ما لا أثر أبدا. اليوم المرحلة أيها الأحبة وأخاطب الشباب الأشداء، المرحلة عصيبة وقادم الأيام أصعب، وهذا اللي تسمعه من مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا هذه الاختصاص. الأيام الجاية مو أيام مرضية مفروشة بالورود ونستمتع بملذات الحياة، لا، مرحلة مفصلية ما يعبر عنها بشرط أوسط جديد أقوم على أساسه، أقول نفهم القضية ونربي انفسنا ونعد انفسنا على هذا الاساس. الذين يقدمون انفسهم عيرة المجاهدين في هذا الطريق ونربي انفسنا نقول انهم في ايدي قاتلون مو افضل من عندنا، احنا لا نقصنا شيء ولا نقصنا قوه ولا نقصنا اراده لمن يعرف ولمن يفهم. هذا الدين الثاني من صفات الرجوله المهمه الشجاعه. الرجل المقصود بالرجوله الاخلاقيه بالايه ان يكون الرجل شجاع، ولهذا ورد في الحديث الشريف اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جاهل. الشجاعه مو ان يكون الرجل مفتوح العضلات، والشجاعه مو ان يستعرض الرجل باماكن السلم والطمانينه، يستعرض وينه واحنا ونذبح ونصلح وما شابه ذلك وبعدين ما تلقى اثر. اليوم نحتاج رجال يفهمون معنى الشجاعه الحقيقيه والبركه بالمجاهدين بالمقاتلين بالبطال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمد باعمالهم ليدور كل واحد منهم في حال الامه. دور شبابنا الاطفال في تسعات الوقت أربعة من أهم صفات الرجل الأخلاقية التي تقصدها الآية أن يكون الرجل غيور، وهذه أرجوكم أن تقولوا ولتفتوني. ولابد أن نغذي مجتمعنا ونغذي شارعنا ونغذي الأمة، الأمة اللي ما بها غيرة على ترابها هذه أمة، والرجل اللي ما بيغير على ترابه هذا مو رجل، واللي ما بيغير على وطنه هذا مو رجل، واللي ما بيغير على مدرساته هذا مو رجل، واللي ما بيغير على بيته وعلى عرضه هذا مو رجل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول ان جدي ابراهيم كان غيورا وانا اغير من ابرز صفات رسول الله المتمثله بشخصه الكريم هو غيرته على دينه وعلى معتقده وعلى الاسلام وعلى قرانه وعلى ترابه وعلى بيئته. وكذلك الائمه صلوات الله وسلامه عليهم كان يقول صلى الله عليه واله وسلم ان الله غيور ولغيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما، وهذا يوم الغيرة يوم الحمية. هذا الصفات اللي ذكرت الأربعة باختصار وإلى كل واحدة من هذه نحتاج لها مساحة. اليوم من أجل أظهر تاريخ هذا الشهيد العظيم اللي مرجع الطائفة، ومن أقول مرجع الطائفة تعرفون شنو
وحذر المرجعية بالبيانات والعبارات عن مرجعيتنا الدينية العليا. من يجي مرجع الطائفة ويعبر عن هذا التعبير ويقول قل نظيره في العقود المتأخرة. أن هذه العبارة تستوقف لي كثيرا وأجي أقرأ ما وراءه وأفهم كما تفهمون أن هذا الرجل كان الآن في اليوم اللي أشوف مراجعنا العلماء يجون في الطريقة ويتألمون في الطريقة ويتحسرون في الطريقة أحلى شرفة معي. وإلى الآن بعضنا ترى بحرارة الصدمة الحمد لله بعضنا ما مستوعب واحد وثنيا في هذه اللحظة اللي أحكي بها بعضنا يقول أضع إيمان إن شاء الله مو شديد وبعضنا هسه بدا يعرف قيمة الشهود كل أهل الجنة صحيح قرار صح؟ ونشوف بياناتها بس قاعدين هاي الدوامة مخرجنا بس بعد استشهاد وخبر استشهاد والمقاطع اللي بدأت تطلع بين الراجع والمبتدئ هذا شان يتكلم شان يتكلم شنو هذا الوعي السياسي اللي عنده؟ شنو هذا الوعي الأمني اللي عنده؟ شنو هذا الوعي اللي بمختلف المجالات عنده؟ كان مدرسته كاملة رضوان الله تعالى وأبرز من كل شيء كان فاهم تكليف عارف ايش يصير الأمة بأكمل الأمم بأكمل العالم بأكمل كان ضده هو عنده مشروع عنده مشوار وفاهم تكليف الشرع من خلال الفقهاء والمراجع وماشي على الطريق هذا واحد اثنين وعاهد الأمة على مضي هذا الطريق ووفى رضوان الله تعالى ثلاثة شفنا ذلك الرجل الشجاع ما هو كلمة خلتنا نستشعر أنه خير رجل كل خطابات وكل كلمات كلمة واحدة تخليك تستشعر أنه خايف متردد أربع هذه الصورة المشرقة عن 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 هذه الغيظة اللي كان يملكها وما أريد أطيل عليكم بالتفاصيل والمصاريف طبعا كل حيوية نشوف بس أنا استوقفني جدا من يذكر يقول للرجال يا حاج قاسم وقال لي العدد مثلا من المستشارين بهذه المقدسات في خطر يقول له جاب الصغير هذا شو؟ من الصغير هذا انتفض هذا الانتفاض من اقول انتفض يعني شو؟ يعني غيرته التي لا حدود لها على مقدساته على دينه وعلى معتقداته وعلى علماء وبقية العناوين الكريمة المحترمة أنا استوقفني جدا من أجل أقرأ تاريخها أشوف كلمات اللي شاهدناها عن قرب أو عن قرب شلون هو متأثر بكربلاء وتفاصيل كربلاء بكل حيثياتها بكل حيثياتها وأعني ما أعلمه وفعلاً عاش الكثير من عناوين كربلاء بغربته كان غريب صح كان ناس وأهله بس كان غريب والأمة الإسلامية ما عرفته وحتى المقربين ما عرفين كان غريباً كان منافعا كان غيورا كان يستشعر الالم اللي راح يحل بالامه اذا تقاعست وكان فاهم المشروع اليهودي وين راح يوصل وش اللي يحقق وكيف انه يسلب اراده المسلمين بعضهم يسمعون الان يقولوا النتيجه هذه الامه من يقررها وخلي يقول الآخر عايشين تعيش البعيد
اسمهم اللي يسلبون رجولتك ويسلبون غيرتك ويسلبون إرادتك. ذاك الوقت شنو وجودك في هذه الدنيا؟ شنو وجود الإنسان في هذه الدنيا؟ وين الكرامة؟ وين العزة؟ اللي كان يؤكد عليها ضمان الله تعالى عليه. بعد وأختم، كنا نلاحظ ونشاهد مدى تأثيره بمصيبة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه. كلما ذكر المسكين وكل عناوين حياتك، واللي هي المفروض هذه العناوين تكون شعار لكل المقاومة وكل الحركات الإسلامية، كان يكرر قول الحسين مرارا وتكرارا. قد ركز الدعي بن الدعي بين اثنتين، بين السنه والذله وهيئات من الذله. يا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجورهم طارت وظهرت، والنتيجه انه قدم نفسه وقال قدم الموت على الذله. هذه الامه المصيريه النهائيه يعبرون عنها الخاتمه بهذا الطريق، هذا يصل اليها كل انسان وهي مراد الاولياء في الارض. دول الاولياء اللي حياتهم كلها جهاد وتضحيه يطلب الارض بصدق واخلاص، يقول له يا رب اريد نهايه حياتي شهاده. واحنا سمعنا من رضوان الله عليكم مرارا وتكرارا كان يطلب هو ويطلب شهاده، كما بقيه الشهداء التي تخطر عباره بشهيد احرار رضوان الله تعالى. انا سمعت منه مباشره في اخر اربعاء كان في قول المدرسه البارحه من الدكتور البعض قبل دخول العراق، يعني اخر اربعاء كنا في ثلاثه مرتين وهذا دخل العراق. بعد المجلس قعدت في الاحبه وكان يشرح، فسأل احد الاخوه ما تفضل قال سيدي ايش ايش الامور ان شاء الله خير ودخول العراق ان شاء الله الدوله الابيه وين هذا الكلام؟ قال انا كنت اتمنى ان انال الشهاده على يد البعث الكافي، لانه البعث اخذ اهلي واخذ ناسي واخذ المجاهدين واخذ الشهيد الصدر واخذ العظماء، ايش معنى انا لبيت؟ يعني الله عز وجل كان مريض ويبكي متألم ومريض، الله عز وجل ايش طالب من كذلك. هذا الشهيد رضوان الله تعالى عليه سيد حسن رسول الله بعد تاريخ 40 سنه واكثر حافل بالجهاد والتضحيه والكتاب، الله توجه بالشهادة والتحق بركب الحسين سلام الله عليه. أقول لسيدي هنيئا لك بالشهادة وادعو الله سبحانه وتعالى دعاءكم مستجاب عند أسيادك، ادعو الله أن يكشف عنا هذه الأمة وأن يوحد الصفوف وأن يحقق الأمر المطلوب وأن ننتصر على اليهود وأعوان اليهود. أقول لسيدي أنت ارتحت من هم الدنيا وهمها وبقينا نحن بهمها وهمها، وهنيئا لمن نال الشهادة. سيدي يا أبا هادي المصيبة كبيرة والفاجعة عظيمة وكل الرجال بكت إليك، ولكن ما يهون الخطر إلى الآن بعض أولادك موجودين وبعض أحبائك موجودين والمقاومة موجودة والمجاهدين موجودين وبناتك موجودات وأهلك موجودين، هذا كله يهون الخطر. ولكن لهفي لجدك أبي عبد الله الذي كنت تبكي عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. الحسين اولا شاف كل اهل البيت واصحابه قتلوا امامه وقطعوا وجزئوا حتى وصل الحال الى ابنه الرضيع ان يذبح بين يديه، ويعلم علم اليقين ان
الحسبى بنات الحسبى. وهذا هو اللي صار اليمنى للحسين، وبهذه الاجواء المرعبه المخيفه المؤلمه بدون يجمعون بنات رسول الله، الامام زين العابدين الى عباره تهدي مؤلمه جدا. الامام يقول من اجوا بدوا يربطون عبد زينب بالحبال خلت عينها بعينه، بعد ما كانت تلتفت يمينا وشمالا كانه تدور على واحد وعنده تدور هي في الساعه. يقول من اي سبب خلت عينها بعينه كانه تدور لي فشيء لتوصل لي فشيء انه انا زينب اصير بهالحال. الله يقول بمجرد ان خلت عينها بعيني انا نزلت عيني ما قدرت اعينها ابدا. يربطوها بالحبال وياخذوها سريا من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد. انا زينب انا زينب انا زينب وشعار الشرف من شاني خلاني زمان شلون خلاني وصف. أنا سينا بالشعر النحل بالشعر النار ياس طاوعت الزمان وهبطت الراس عرب خود الحسين والعباس خلاني زمان عداي وليالي يقولون كان قل يا اخويا طعنك رايدين رحيله شلون يمشي بدون شوج بيله. قال العباس يا عباس يا عباس طعن انا وعلى رحيل شلون يمشي بدون شوج يا اخويا يا شلون اخويا بليل لو محمد يميل يا خيرك يحيى عبد الميل. بعد من الغير عازم اخويا لا ترضى امر بين السلم. الله يبارك وسلم لسانه عرض الله ربنا الشرع في لبنان. الله اكبر. اخويا لا ترضى اضر بين السلم وترى تبقى بالناول ما تنحشم عقب ذيك عقب ذيك السلطنة وذاك الاسم ذاك الاسم ميسرة مشي على نار قزيل ما بكره لا من الحسين ولا من العباس ما كان في بهذا بعد رسالة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وين يا محسن البيت نخوة وعزم بيت يا خل معصوم وبي صلوا عيني مود السلم الخلة جف رقابها اللواية لا يصل ويصيح يا عام الدخيل جيت من سيال خليتها بكربلا يا ابنالي الويل والحرم لا حلو لا يا حمايا
اللهم بجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله، أضع حوائجنا، اشف مرضانا، عجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان يا الله، اجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه يا الله. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، اللهم اجعلهم قرائب قبلنا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. اللهم رد نحرهم كيدهم إلى نحورهم يا الله يا الله يا الله. الأخوة الحضور السادة الكرام، من سأل الدعاء اللهم حوائجهم في الدنيا والآخرة، اشفي مرضاهم لا سيما المعينين منهم المنظورين منهم، اللهم شافهم وعافهم لحجاب زينب عندك يا الله. تقبل منا ومن المؤسس بهذا المكتب الشريف، واجعل هذا المكتب بخرا له ولوالديه يوم اللقاء، إلى شرف أمواته لأمواتكم جميعا، أموات شيعة أمير المؤمنين، وبالأخص إلى روح من اجتمعنا لأجله السيد الشهيد حسن نصر الله، وإلى أرواح من ذكرنا رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.